بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات برنامج هي دي مصر، ومع فقرة مواهب شعرية مع زميلتي في البرنامج الأستاذة ميرفت الحسيني. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة ميرفت. أهلا وسهلا بك. وأهلا وسهلا بضيفك الكريم، وتفضلي قدمي ضيفك الكريم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. فقرة مواهب، معنا الموهبة الدايمة معنا إن شاء الله، اخترناه دائم معنا في فقرة مواهب، الموهوب محمود حميدة. هيكلمنا عن نفسه وعن الشعر وإزاي ابتدى وإيه أحلامه في الشعر. شكرا لحضرتك. طبعا أنا زي ما قلت لحضرتك بكتب من زمان، بحاول أطور من نفسي طبعا زي ما قلت لحضرتك، ومن طريق كتابتي من طريقتي في الكتابة وكده، وإن شاء الله يعني هشتغل إن شاء الله قريب على إن أنا أعمل دول وكده. ابتديت إمتى يا محمود؟ لا انا ابتديت من زمان، يعني يمكن من ابتدائي، بس يعني يعتبر اول قصيده كتبتها قصيده كامله بجد كان في 2014. طيب كويس، انت دايما منورنا في فقره مواهب، عايزين نسمع اي حاجه منك. شكرا عبد. ماشي، نسمع قصيده ما بعد الفراق ان شاء الله. ماشي، اتفضل يا محمود. مش فاكر المشهد بالظبط، يعني جمعت بيننا مناسبه يمكن. المهم المرة دي قالت لي كل مرة بشوفك فيها بحس عينيك فيها حاجة، في كلام عايز تقوله ليا، احنا سيبنا بعض فجأة وهي فرصة جات نشرح لبعض كانت ايه ظروفنا وكان ايه سبب الفراق. انا كل اللي عايز اقوله ليكي ان شعر الحب بس وقصايد الوصف الجميلة هي اللي كنت كاتبها ليكي، اما اي شعر كتبته عن الفراق واللي سابه واللي باعه ما كانش ليكي. ولما قلت انت اللي ما عرفتيش تعشقي وانه ما كانش حب واني خلاص نسيتك في قصيده دايره العشاق، الكلام والقصيده ما كانتش ليكي، بس ما كانش ينفع ان اقولك اني عرفت بنات كتير واني كتبت شعر لحد غيرك. ردت وانا سبتك عشان كذاب وعرفت بنات كتير، مش قلتلك مرفوع عني الحجاب، بس انتي غلطانة وظلماني. كل الكلام ده كان قبل حب ليكي، والشعر كله مكتوب في أجندة واحدة، وانتي شفتي كل القصائد وقلتلك ساعتها ان الكلام الحلو بس هو اللي كتبته ليكي. ولما سألتك سبتيني ليه قلتي غصب عني مش عارفة أحبك. جاية ليه دلوقتي تظلميني وتظلمي الشعر وتقولي البنات، ولا عشان حكيتلك بتبرئي نفسك بأسباب ملهاش أساس؟ اللي بتشوفيه في عيني عادي عشان بحبك، وده من أثر الفراق. واللي تعبني أكتر هو حبي ليكي مش ألم السكوت. قول برافو برافو. برافو يا محمود، حلو، كمل. جميل شعرك، قول. بس واللي تعبني أكتر هو حبي ليكي مش ألم السكوت. بس إنه النهارده بقول لك إني خلاص نسيتك. تمام. وإنك بقيتي بالنسبة لي عادي. زيك زي غيرك. أستأذنك بس في نهاية الفقرة. في نهاية الفقرة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامج هي دي مصر.